إدخال الخضار بنظامنا الغذائي مهم جداً لصحة أحسن. بحلقة المكونات الخاصة لهذا الأسبوع اخترنا لكم القرنبيط أو الزهرة لنتعرف سوا على فوائده وطريقة طبخه بأطباق شهية. مرحبا شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو محضرنا شيف اليوم؟ اليوم الحلقة من الحلقات الخاصة بالسوبر فود. اوكي. اما سبيشال انجريدينت كمان اللي هن من السوبر فود اللي عم نشتغل عليهم، الأغنبيط اليوم، اما الزهرة المعروفة أكثر بالعالم العربي. اوكي. كولي فلاور بالإنجليزي، فهو أكيد هذا من عائلة الملفوف. حلو. وكمان ليش سوبر فود؟ لأنه فوائده الصحية كثير كثير عالية، خاصيتنا إذا تاكل ني. اوكي. أول طبق حنعمله حيكون هو شوربة. كيف بتنعمل بالأغنبيط؟ ببلاد اوروبا كثير مشهور الأغنبيط، بينعمل شوربات، بينعمل حتى بيريات، بينعمل اكيد جنب الخضره، جنب اللحمه سوتيه، حتى فيك تعمليه مشوي على الفحم مثل كانك عم تستعمل شقفه ستيك. واو. حنبلش باول هالشوربه، حنحط اول شيء نسلق البكويت. يلا اليوم عم نستعمل البكويت اللي هو يعتبر من السوبر فود 100%. شو فوائد البكويت يا شاف؟ الاهم شيء انه للجلوتين، اللي عنده جلوتين انتولرنس او حساسيه على الجلوتين، حساسيه على الجلوتين بيقدر يستعمله ك حساسيه على القمح اجمالا، على القمح بيقدر يستعمله كوجبه مكان القمح. بينعمل منه طحين اكيد البكويت. أوكي. نفس الشيء بنفس ثاني ميل الالياف، الكالسيوم والفيتامينز اللي بقلبه بيساعدوا الجسم يكون احسن خلال يعني خلال حياتنا، بيحافظ بس اهم شيء السرطانيات، بعض السرطانيات يعني بحاول يحارب السرطانيات. سمعت انه مثلا اذا كان في خلايا ممكن تصير عم تتهيأ لتصير سرطانيه فهو بحاربها، وفي دلائل انه في كثير ناس يعني شفيو من وراء البكويت او نظام غذائي كان البكويت داخل فيه بشكل كبير. والارنبيط نفس الشيء كمان، هو انتي اوكسيدنت وكمان بحارب السرطانات، بس اهم شيء كمان الالياف اللي بقلبهم والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هن بيساعدوا الجسم. تعرف البوتاسيوم احلى من الصوديوم بالاجمال، بيراجل جو دقات القلب، بيراجل جو حتى البلاد بريشر، ضغط الدم. بالنهايه يعني معلوماتنا نحن بنجيبها من ويب سايتس مصدقه، فيها معلومات طبيه من اطباء عالميه 100%. هلا هون حنبلش بهاليخنه الشوربه. يلا